طبعا إذا شفت أنت أخ معمر البرنامج وكيف سيتم تنفيذ الاستراتيجية في العرض اللي قدمناه، كان برنامج مفصل، كان هناك أدوات قياس لكل مؤشر، المؤشرات كانت واضحة، سيتم قياسها سنويا، هناك مكتب متخصص موجود في الهيئة العامة للسياحة البيمو سيقوم بالإشراف على مراقبة أداء أو تنفيذ هذه الاستراتيجية. ذكرنا في الشرح أن استراتيجية مثل استراتيجية السياحة أو استراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 لن تقوم بها الهيئة لوحدها، وإنما ستقوم بالتعاون والشراكة مع جميع الأجهزة الموجودة المعنية من سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص أو المجتمع المحلي لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فبالتالي هناك خطوات محددة، وحقيقة هذا يقودنا إلى كيف تم عمل هذه الاستراتيجية اللي كان بوضع آلية علمية، تم الاستعانة بخبراء عالميين وخبراء محليين، ووضعنا مؤشرات واضحة لقياس هذه الاستراتيجية. فبالتالي لا مجال للوهمية أو يعني ما يسمى بالمادر ستيتمنت، وإنما أمور محددة سيتم قياسها وتطبيقها على المعايير. إذا السياحة هي خيار اقتصادي جديد لدولة قطر تستهدف منه أن تكون لها حصة في حساب الناتج المحلي الإجمالي. بالضبط. شوف السياحة قمنا بجهد مشترك لتحويل المنتجات الموجودة الحالية إلى صناعة، وهدفها الأساسي هو المشاركة بشكل فعال في رؤية قطر في الاستدامة وما يعني قطر في الاستدامة. فبالتالي خلقنا هذه الاستراتيجية، وكانت الرسالة الأولى لهذه الاستراتيجية هو تحويل هذا القطاع إلى قطاع مساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي. المؤشرات الآن موجودة، إحنا أقل من واحد لهذه الصناعة في مساهمتها في الناتج المحلي، سنرتفع بهذا المؤشر إلى تقريبا 4 أضعاف في حلول 2030. فسنحول هذا الصناعة أو سنحول هذا القطاع من كونه غير مساهم في الناتج المحلي بشكل إيجابي لأن يكون مساهم بشكل إيجابي. فبالتالي هذا يتوافق بشكل مباشر في رؤية قطر 2030 بتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية والموارد الطبيعية وإنشاء قطاعات جديدة تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي. جميل. تحدثت عن 40 إلى 45 مليار هو استثمار في بنية تحتية في مجال السياحة، ولكن ما هو حجم الإنفاق في مجال الترويج السياحي لدولة قطر؟ طبعا هناك برنامج مفصل للترويج سنة بسنة تعد الميزانية له، لكن أقدر أقول لك أن هناك جزء من هذا الميزانية رايح للترويج، لأن أيضا جزء من الاستراتيجية هو الترويج للوجهة السياحية، الترويج لقطر في الأسواق التي تم اعتمادها لهذه الاستراتيجية، وإبراز العنصر أو الإرث الثقافي القطري لجميع الأسواق لزيارة هذه الدولة والتعرف عليها عن قرب. طبعا سؤالي الأخير يتعلق بالسياحة الداخلية، ما الذي أعددتموه للسياح ذو متوسطي الدخل من منشآت سياحية يستطيع أن يستفيد منها جميع من يعيش على أرض قطر؟ طبعا لو شفت أنت الكتيب اللي تم أو العرض اللي تم شرحه في البرزنتيشن، هناك فوائد اجتماعية، فوائد سترجع بالنفع للمجتمع المحلي، فوائد ثقافية، فوائد اقتصادية، فوائد للقطاع نفسه، فوائد بيئية من جراء تطبيق مثل هذه الاستراتيجية. من الفوائد الاجتماعية طبعا سينعم المجتمع المحلي بوجود خيارات جديدة، سينعم بوجود منتجات يستمتع بها المقيم أو الشعب القطري والمقيمين، سيستمتعون بوجود تطور ملحوظ في هذه الصناعة الذي ينعكس في الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والزائر على حد سواء للدولة.